كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. شكرا جزيلا على استماعكم ميدي شو حتش الماضي ساعتين. مرحبا بكل مستمعينا. بعد شوية دخل معنا أحمد سويب، هو قاضي إداري متقاعد بعد قليل في ميدي شو، والاستشارة تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الإدارية لطلب رأيها في عدم أداء الوزراء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، ولم تتم تسميتهم من طرف رئيس الجمهورية. هل أنه شنو مش يزيد ساعة رأي المحكمة الإدارية؟ هل نجم الوزراء يمشي ويتولي مهامهم دون تطبيق الفصل 89 من الدستور؟ ثم بعد شوية دخل معنا أحمد سويب. أيضا مآلات القضايا المخالفات المالية اللي جت في تقرير محكمة المحاسبات الانتخابات 2019، مدى تقدم النظر في القضايا هذه، وين وصلت، وقتش تصدر أولى الأحكام أي الأحكام الابتدائية. سي أحمد نجيب شابي ضيفنا أيضا الآن، ونحب نتعامل معه بصفته رجل السياسة صاحب التجربة الطويلة، وأيضا هو ممثل حركة أمل، عضو رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، حزب أو حزب أمل. ضيفنا، مرحبا سي نجيب. أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا. الوضع اليوم احنا وصفناه بالمهزلة، باش توصفه؟ لا، بالمأساة. ما هوش هزلي، هو مأساة بأتم معنى الكلمة. الآن النظام السياسي تعطل، عبارة على كرهبة عملت بيال، ما عادش نجم تقدم. النظام السياسي اليوم صيفته هو التآكل، رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان مع رئيس الحكومة يأكلوا في بعضهم. والآن وصلنا إلى مرحلة كان مطرة اندبي وإلى صحات اندبي. علاش؟ إلى كان رئيس الحكومة باش يتنازل إلى رئيس الجمهورية باش يزيد يشجع رئيس الجمهورية على أنه يعطي نفسه صلاحيات خارج الدستور، وإلى كان رئيس الحكومة باش يتقوى على رئيس الجمهورية بها التعليلات متاع الحالة الاستثنائية والإجراءات الاستثنائية والمستحيلة وإلى آخره، يعني باش ندخلوا في واقع خارج المؤسسات الدستورية. وزراء لم يؤدوا اليمين حسب الصياغ الدستورية، لم يقع تعيينهم حسب الصياغ الدستورية، وقتها نعطيه حتى لرئيس الجمهورية الإمكانية باش يتحرر من أحكام الدستور بدعوى الإجراءات المستحيلة. بحيث الآن احنا في أزمة كبيرة، والأزمة هذه سببها هي غياب الإرادة السياسية. غياب الإرادة السياسية، أزمة سامحني سي جنجي، هوني جايين، أزمة نص دستوري، أزمة قوانين، أو هي أزمة أشخاص؟ هي أزمة أشخاص، أزمة نخبة. علاش؟ على خاطر رئيس الجمهورية يقول بأن التحوير الوزاري مش ممكن باش يمشي، مش لازم باش يمشي قدام برلمان. منين ليك؟ الفصل 92 من الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق إقالة الوزراء وما يعطيهش حق تعيينه، ففما فراغ في الدستور. ما يقولش أنه راو رئيس الحكومة له أن يعفي وأن يعوض، لا، أن يعفي فقط، فما فراغ. الفراغ هذا وين نرجعوا له؟ نرجعوا له بالعرف. العرف هذا وين تأسس؟ في المجلس التأسيسي، باش نفهموا إرادة المشرع، وهو أنه رئيس الحكومة يعرض الوزراء على المجلس أخذ الثقة. إذن هذا يعني فما خروج على الشرعية وعلى روح التشريع. من ناحية أخرى كنا نحكيه على من يقول بأن المحكمة الإدارية ممكن أن تلعب دور، ممكن تلعب دور استشاري فقط، هي لو تصدر حكم هو قابل النقاش، لكن كيف تعطي رأي قابل النقاش؟ أنا ما نعرفش شنو الرأي. علاش؟ لأنه التشريع التونسي ما عطاش حق البت في هالنزاعات هذه، لأنه فما نص دستوري هو الفصل 101 اللي يقول نزاعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تعود إلى المحكمة الدستورية، والهيئة الحالية متاع الوقتية للدستور ما عندهاش الصلاحية. إذن وين الأزمة؟ الأزمة هي في الإرادة السياسية متاع البرلمان وعلى رأسه حركة النهضة اللي 6 سنين ومحبوش يعطيونا محكمة دستورية.
إلى في غياب المحكمة الدستورية باش نخرجوا الكل على الدستور وباش ندخلوا في منطق المغالبة، وهذا تهديد للاستقرار السياسي في تونس ولمكتسبات الثورة. إذن تهديد سمعني سنجيب من تتجاوز هذا وتهديد لوجود البلاد، تهديد للتهديد للبلاد يعني طبعا وقت الدستور والحياة وقت السياسية وقت ندخلوا في المغالبة بدينا العنف، يعني نجم يوصل بينا إلى العنف. فإذن إذا كان فما تفكير فهو في إرساء محكمة دستورية، وفما مشروع قانون موجود في البرلمان الآن ومعقول سهل شوي تشكيل المحكمة الدستورية. ثم فما حاجة أخرى، أنا كنت مع في إطار حزب الأمل ومع عدة مكونات ديمقراطية أخرى نطالبوا منذ 8 أشهر بحوار وطني، والحوار الوطني هذا كنا نشوفوه لحلين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى. اليوم حتى لافامي مع الاتحاد الشغل بالطبع وعديد من الأطراف، حتى لافامي يقول ما فهم حل إلا الحوار الوطني من ناحية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن الآن الأزمة السياسية تخطات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الحوار الوطني إما باش يتطرق إلى الأزمة السياسية ويلوش كيفاش يحلها، مانيش في خطاب وبالتالي نخلي لك الأسئلة اللي تحب عليها. فبالتالي الحوار الوطني يلزم البعد السياسي ياخذ المكان اللي احتلها الآن، وإذا كان ما فماش الحوار الوطني وما فماش محكمة دستورية، الناس اللي ما يحبوش يستجيبوا لمصلحة تونس يتحملوا مسؤولية كل ما سوف يحدث. قمعي سنجيب شابي هني أنا رجعك قوس نحلوه في علاقة بالمحكمة الإدارية، وتوجه رئيس الحكومة رسميا للمحكمة الإدارية لطلب استشارتها. سي أحمد سوابت قاضي إداري متقاعد، عسلم. عسلم سي بوبكر، وعسلم السلام الحارس سي نجيب والمستمعين والسمعات. شكرا 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 جزيلا. الاستشارة اللي تقدمت المحكمة الإدارية من طرف الحكومة لطلب رأيها، هل أن الوزراء يمكن يتسلموا مهامهم دون أداء اليمين الدستورية ودون تسمية بالرأي الرسمي من رئيس الجمهورية؟ هي غير ملزمة، ولكن شنو تنجم تغير؟ هاي نجم يستعملها رئيس الحكومة؟ هل من صلاحيات أيضا المحكمة الدستورية النظر في خلاف دستوري بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ لا جدال في كونه المضامين متاع الملف هذا كلها سياسية، كل واحد عنده خلفيته وفما صراعات، هذا ما لاش خيال في ذلك. ودائر بدليل كونه في تعريفنا القانون الدستوري هو التأطير القانوني للأفعال والعمل السياسي، بدونك بدأ لا يختلف عاقلان كونه مضامين سياسية، لكن ديما الأفعال السياسية في نطاق الدولة المدنية ترشد وتنظم بقواعد قانونية، قواعد قانونية تتلقاها يا في القوانين يا في الدستور يا في فقه القضاء الدستوري أو الإداري. توا كل واحد ورايه، المشكلة هما يسبقوا السياسة ومن بعد القانون، ورجال القانون لوجيكمو يسبقوا القانون ومن بعد هما نتائج سياسية. توا كل واحد ورايه، معقول جدا في العقل والعاقل يفرضان كونه نتوجه إلى مؤسسة، خاطر حتى الفقه الدستوري راهو مش مؤسسة دستورية، المؤسسة الدستورية الوحيدة اللي يمكن الاحتكام إليها في هذا الحال ولا عمل بالفصل 101 من الدستور هي المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية، المحكمة الدستورية مش مختصة في الملف هذا. حتى إن كانت مختصة هاو قولك شقال رئيس الجمهورية، الجمهورية يقول الإجراء المستحيل، هوني باش نوصل لك مباشرة الموضوع، الإجراء المستحيل لا يطبق إلا في القانون الإداري وقت الدولة تعجز على تنفيذ شيء ما، وقتها يدخل في إطار الإجراء المستحيل، بينما في علاقة بالنص الدستوري لا وجود للإجراء المستحيل. سنذكر موقف رئيس الجمهورية اللي قالوا يذل في ذاعتكم في نوفمبر 2018 حول أداء اليمين وحكاية التسمية وقت التحوير متاع سي شاهد، قال في وضعية السلطة المقيدة، وقال إن لم يفعل الباجي غاتسبش الله يرحمه يكون قد خرق الدستور. سمعت هذا أنا بذني، الحال على حاله وبالشيء من النزاهة كما يقول الأستاذ زياد كريشان في تفعيل الدستور يقتضي كونه في مختلفين احنا الثلاثة والانسداد المطلق ولا عمل يقص بفصل 101، مش في الحالة هذه راهو لا فما نزاع ولا فما زوج أطراف، فما ثلاثة أطراف والمسألة في تأويل مش الاختصاص، تأويل مدى اختصاص لا يختلف الناس بخصوصه كونه زوج نقاط هذوما راهين رئيس الجمهورية، إذا تأويل المدى الحال على حاله وفي نطاق التأويل المجدي لانتربريتاسيون يوتيل دي تكست
يقتضي كونه نحتكمه إلى حكم، حكم خاصة الدستور القانون يسمح به، وهي المحكمة الإدارية. والمحكمة الإدارية احنا مشينا كوميسيون دو فينيس، المحكمة الإدارية ما عندهاش الكفاءات، وعندنا 2000 استشارة قدمناها منذ عقود، وعند المحكمة الإدارية الشرعية والمشروعية. إذا تنجم تقول رأيها، وعلى الأطراف وهو رأي غير ملزم، وعلى الأطراف السياسية 3 قصور، أن كل واحد يجب استنتاجات السياسية متاعه، وكل واحد عنده استنتاجات وراه. في حالة عدم إقرار المحكمة الإدارية اختصاصها، وهذا ممكن وقتها يولي الحلقة الأضعف اللي ما عاد عنده حسد سند لا في البرلمان لا في قصر كرتاج أنه يتنح، هذا اللي يلزم يستقيل. وإذا كان رئيس الجمهورية معناها تعطي المحكمة الإدارية الحق، كذلك على رئيس الحكومة أن يتنحى، لأنه ها الحاجة الخطيرة نحب ننبه عليه، القبول من قبل رئيس الحكومة والتراجع جزئيا ولا كليا يعد بالنسبة لي ونقول انقلابا على الدستور، لأن رئيس الجمهورية باش يولي كما في الجمهورية الأولى هو فوق السلطة القضائية وفوق السلطة التشريعية وفوق رئيس الحكومة اللي يرجع فيها رئيس الحكومة وزير أول كما في الجمهورية الأولى. وإذا كان رئيس الحكومة هو اللي ما تعطي الحق المحكمة الإدارية، فعلى رئيس الجمهورية أن كان يحترم وذول يحترم عنده لسانس دو ليتا، يحترم رأي المحكمة الإدارية وقتها مشترف سياسي، معناه هو اللي فرض عليه رأيه، يولي عليه معناه يستنتج النتائج القانونية ويقبلوا بالتحويرات، وسيرفض مع التأكيد. كل واحد حر، هذا وقتها نتاج في نعمل نجيبوا له دبابات حر وأمور، كما أخي مشرف هذا قايد سبسي، هذا الواجب الدستوري في حكاية القانون الانتخابي، مع إشارة طفيفة أنه قول المحكمة الإدارية رأيها لمصلحة رئيس الجمهورية، يا إما يتنحى يستقيل سي المشيشي، وإلا النهضة أنت تزاد عليها ولا الحزام تاعها أن تستنتج النتائج القانونية وتسحب الثقة من المشيشي. خاطر لا ننسى أن النهضة هي بدا في حرب أكبر، الحرب هاو بالسياسة هي ما بين النهضة وقايد سعيد. أنا خاطر هي خاطر قايد سعيد ضد الحزام الكل، بينما حتى في حزامه عنده مشكلة. النهضة خايفة لكن توخر المتشدين نتاعها يمشيوا لاتيلا في الكرامه، وعندها الحزب الدستوري الحر. طيب هذا كلام سياسي سمعه السي احمد سويب، ولكن اسمح لي سي احمد سويب، في وضعيه الحال، هل انه فما امكانيه انه الوزراء يؤديوا اليمين الدستوري امام جهه اخرى؟ واحد واثنين في صورتي انه والراي الغالب على حد علمي في المحكمه الاداريه هو أنه التوجه المحكمة الإدارية ربما سيكون لصالح موقف رئيس الجمهورية، في علاقة بأنه ما نجموا يتسلموا مهامهم إلا ما أديوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. شنو الحل الوقت؟ أنا أظن خطر هذا، تعرف شكون بشي بتفاه هذا، خطر مسألة قانونية دقيقة جدا وجوهرية، الجلسة العامة الاستشارية مش جلسة عامة قضائية، في 12 قاضي بكل أصحاب خطط وظيفية. مبدئيا أنا نتصور الإجراء المستحيل يمكن عمله في أداء اليمين، لكن لا يمكن عمل الإجراء المستحيل بخصوص أوامر التسمية. طيب. وقتها سسرالة توتال معناه البلوكاج بارفي، كل واحد تولي عنده الحق قانونيا ودستوريا، المشيشي رئيس الجمهورية يرفض التنفيذ، والبرلماني واللي معناه عنده نوع من المشروعية أكثر تجاه رئيس الجمهورية. هل أنه نجم رئيس البرلمان اليوم يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، عيطوا للمسائلة لأخرقوا للدستور في إطار إجراءات مستحيلة لعدم وجود محكمة دستورية؟ ها باش نعطيك سيدي، باش نوريك مدى إذا كان ما فماشي نزاهة. ها نعطيك حاجة أخرى، أون سيبوز تو أبرب عام 24، خابش نوريك الدقة، عام 24 ما عندناش محكمة دستورية، ويصير رئيس الجمهورية بعد عامين يبدأ يضطرب نفسانيا ينسوا ليهبل، ما عادش ينجم يسيد دولي بالدولة، ما عندناش محكمة دستورية شنعملوا؟ فسلي شنعملوا؟ وفوقها خلي يعطيونا، إذا كان مش هذا إجراء مستحيل ويلزمنا نلقاو حل سياسي افيك ان سيتان ابياج يوريديك. واضح. دونك اوزرلي فما
مبادئ قانونيه نتاع التاويل، وفما التاويل المفيد ولا لا. سواء حكايه مثلا التناسب، وحكايه مبادئ نتاع ال 15 نتاع المرفق العام في الدستور، والتناسب نتاع 43، الكل راه مبادئ فقه قضائيه. اذا كان تبلوكاو الناس السياسيين، يجب الاحتكاب الى جهه محايده تعطي راي ونقربوا باش تمكننا من انسيابيه في دواليب الدوله وفي المرافق العامه. واضح، شكرا جزيلا احمد سويب القديري دائما تقدر بارك الله فيك على التدخل معنا. تعليق سي نجيب، لانه الوضع قديش معقده المساله. والله سهله برشا، ومع كامل احترامي الراي القاضي السابق سي احمد سويب وتقديري ليه ولخبرته، نقول بان الفصل 4 تاع قانون المحكمه الدستوريه ما عطاهاش، ما خوللهاش باش تنظر في دستوريه القوانين او الاجراءات عن طريق الحصر شنو دورها، وفي الاستشاره اذا تعلق الامر بقانون رايها ما تطبقوش الحكومه تعرضه على مجلس النواب، وبالتالي حدود صلوحياتها الاستشاريه واضحه وما تتجاوزش النظر ابداء الراي، وهبداء الراي هذا غير ملزم، واول من يمكن ان لا يلتزم به هو رئيس الجمهوريه، وبالتالي الحل مش هون. والحل واضح في الفصل 101. الفصل 101 هاو نجم نقراه لك، لكن لا فائدة في 3 سطور فقط. يقول إذا كان وقع تنازع في الاختصاص بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فالمحكمة الدستورية هي اللي تنظر فيه بطلب من أحرص الطرفين في خلال أسبوع. إذن الآلية موجودة، ما نحبوش نحطوا هالآلية هذه ونهربوا. ويقول لا ما هيش تنازع اختصاص، ما لشنو هو رئيس الجمهورية يقول لك مش من اختصاصك باش تعمل تحوير، وانت تقول له مش من اختصاصك باش ترفض اليمين. شكون باش يحلوا هذه؟ الفصل 101 ترفع النزاعات ترفع المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين. بارك الله فيك. وفما آلية ثالثة هي مؤاخذة رئيس الجمهورية. في صورة رئيس الجمهورية يعطل دواليب الدولة كما هو الحال الآن، يحال على المسائلة من طرف مجلس النواب اللي يقضي بحالة ملف للمحكمة الدستورية بثلثي أصوات الناخبين. ما عندناش محكمة دستورية اليوم، فالمشكلة غادي ما نخليوش المشكلة هنا، وهي مشكلة إرادة سياسية، ونمشي ونبحث في القوانين ونأول الشيء اللي مش قابل للتأويل. شنو اللي منعنا؟ مسحورين احنا باش نعملوا محكمة دستورية؟ تيو موجود برلمان، وهو موجود مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية. شنو اللي يمنعنا نسيبوا الآليات اللي هي تنجم تحمي بلادنا وبعد نقعدوا يخذ بس وقت هذا عندك مجلس على القضايا ما يخذ حتى وقت. شوف إلى كان رئيس عين أوكي سهلة من مجلس على القضايا ينتخب أيضا إلى بالطبع 4 من مجلس من الرئيس، وأربعة من القضاة، وأربعة من مجلس النواب. وإذا كان في التنقيح اللي عاملينه توا في البرلمان ما يتوقفوش على ما فماش واحد قبل واحد، وإذا تكونوا ثلثين فعندها صلاحية العمل، ما فماش ثلث معطل كما كان في السابق. نعم. فبالتالي المسألة هي مسألة إرادة سياسية، والكرة هي في يد البرلمان والبرلمانيين اللي يحبوا يحلوا هالأزمة هذه هنا. فما الأزمة الأخرى هو متاع هذايا إفراز من إفرازات النظام السياسي القائم، والذي شل باستمرار منذ أن قام مؤسسات الدولة وقسمها. حان الوقت بنصير حوار وطني من أجل إصلاح النظام السياسي. إلى ما صارش هذا الحوار الوطني، ما نلوموش الناس اللي تخرج سياسيا سلميا باش تحتج في الشارع وتكبر هذه لنوصلوا إلى حالة جزائرية، وراهي ممكنة واردة بسبب انسداد المؤسسات. فمازال الوقت في يد المؤسسات باش يعملوا محكمة دستورية. دونك الحل بالنسبة لك سي أحمد نجيب شابي هي المحكمة الدستورية الآن. طبعا مش برك مش لا 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 معني والحوار السياسي انسداد اليوم، انسداد سياسي اليوم بنسميه انسداد سياسي. انسداد سياسي الانسداد هذا تمسك رئيس الجمهورية بموقفه، تمسك رئيس الحكومة بموقفه، والأغلبية الحاكمة مع بعض الخطوات تعملتها شوية في اتجاهه. عطينا الأربع وزراء اللي ترى فيهم ولا ثلاثة ولا كذا شبهات خلنا حيهم، يقول لك سي أحمد سويب هذا غير دستوري، زاد في 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 إشكال. دونك بالنسبة ليك المحكمة الدستورية تحل المشكلة مش يخذ برشا وقت. هذه اللي ما ياخذش وقت. السيد المشيشي ينجم الآن يكلف ناس بالقيام بمهام الوزراء اللي هو قرر
بالنيابه بالنيابه باش يسيروا شؤون الاداره. 10 وزراء 11 وزير يسيروا، هذا هو ارادوا، هو ارادوا. وبالتالي الان يلزم يتدارك في حدود انه يحط على راس كل وزاره شخص وقتي يديرها الى ان تتحل الازمه. والبرلمان كان فما وعي وطني يبطل كل شيء ويحط مسألة المحكمة الدستورية قبل كل شيء. إن فوا تحطت المحكمة الدستورية في أجل قريب جدا ما عاد حد يلوم حد، يعني المحكمة موجودة عندها صلاحياتها تمشي الناس تتظلم عندها وهي اللي تحل المشكلة. ابقى معك. دونك كان يقول أنه الحل لازم محكمة دستورية في أسرع الأوقات، حوار حول النظام السياسي اللي موجود في الدستور، إذا هذا مش باش تعملوه انتظروا الحل من الشارع. دونك هذه لا، هذه النتيجة أحد الاحتمالات. أنا لا أدعو إلى هذا، إنما هذا أحد الاحتمالات الواردة جدا وبدأت كل نهار سبت ولات مظاهرات سلمية سياسية، شعارات متاعها من وافقهاش، التجاوزات اللي صدرت إزاء الأمن أنا شخصيا أستنكرها، لكن في جوهرها هي إفراز من إفرازات انسداد الأفق من داخل المؤسسات، فالعمل من خارج المؤسسات سيتطور حكما. وبالتالي الأفضل أن نعمل حوار، وإلى كان هذا مسار ربما رئيس الجمهورية المجتمع المدني يلزم يأمن الطابع السلمي والمسيس لهذه الحركة. رئيس الجمهورية يعتقد أنه هذه المظاهرات هي لصالحه؟ رئيس الجمهورية يعتقد اللي حب، أنا مواطن تونسي نشوف شو يصلح بي كمواطن تونسي. رئيس الجمهورية هو سبب الأزمة لأنه حب يعطي نفسه حق فيتو في تشكيل الحكومة ما عطاهولوش الدستور، وكل اللي احنا عايشينه الآن هي نتيجة تصرفه غير دستوري، وهو محجوج حتى بتصريحاته فيما يخص حكومة الشاهد، ومحجوج بتصريحات سلباجي في نفس الموضوع اللي قال أنا ما نعملش قاعدة فيه. تعتقد أنه فقد النزاهة رئيس الجمهورية؟ لا، مش مشكلة النزاهة. لا، النزاهة في, في, في التعاطي مع الأمور، لأنه يعني اللي تجد مشكلة النزاهة. لا، رئيس الجمهورية منغلق في عالم خاص، عنده تلك الصورة، هو قال أنا الصورة اللي عنده من كوكب آخر، عنده لا بالفعل يقول نحس كأني من كوكب آخر، فعلا هذا الشعور موجود أنه من كوكب آخر، لأنه عنده تصورات حب يعمل لنا جماهيرية بنظام سياسي غير ديمقراطية تمثيلية، وعنده صراع طبقي والحقد الطبقي هو طريقة لتوزيع الثروة. هذه آراء خاصة به وحر فيها، لكن ما ينجمش يستعمل القوة اللي اعطتها له الدولة واللي اعطتها له الدستور باش يفرضها، وبالتالي يدافع على آراءه ما شاء، لكن لا يعطل دواليب الدولة. الآن دواليب الدولة معطلة، ما هوش مطلوب من المشيشي باش يعمل كيف ما عمل قيس سعيد، والمستقبل الشخصي راهو للمشيشي ما يهمنيش، يستقيل ما يستقيلش، انا يهمني مستقبل تونس. المرور بقوه هذا يخرج تونس من الشرعيه الدستوريه، معناه رئيس الجمهوريه عنده صلاحيات ما حابش يقوم بها، في عوض نمشي للمحكمه الدستوريه، لا نعمل انا شنو نحب، هذا مش معقول، ندخلوا في حكم اصدم. وهذايا اذا كان فرطوا في العقد اللي يجمع بيناتنا واللي هو يحافظ على السلم الآلي وهو الدستور. نحب نرجع لصورة رئيس الجمهورية، لماذا انتخب قيس سعيد؟ ليه صورة النزاهة الاستقامة ما يمثلوا من 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 قيم هذا تم انتخابه عليه؟ هل كان وفيا لهذه القيم؟ لأنه يعني كراه التناقض اليوم في مواقفه بين 2018 واليوم يفسر مثلا الدستور حسب موقعه. شوف، أنا لا أنكر بأن هذا الرجل نظيف ولا أنكر بأنه مستقيم، لكن هذه الصفات ضرورية في السياسة وغير كافية. ينجم يكون إمام جامع نظيف ومستقيم، ينجم يكون رب بيت صالح، لكن باش يكون رئيس جمهورية فعال يلزم يكون ساعة عنده مشروع ويعرف روحه علاش ينتخبوه، والدستور اللي مأمنينه عليه شنو هو وش يقتضي، ويتصرف تصرف يوحد التوانسة وما يقسمهمش. مع كل أسف هالشروط هذه كل غير موجودة. فأنا أحيي نظافته وأحيي نزاهته ولا أشكك فيها، لكن ما تكفيش، يلزم مؤهلات سياسية هي غير موجودة الآن. لو توجه البرلمان إلى سحب ثقة من رئيس الجمهورية عزل وتقعد معلقة أيضا ما ينجمش للمحكمة بالمحكمة الدستورية، لأنه لا يقرر البرلمان العزل، يتهم يوجه التهمة كما في أمريكا. أي. لا شامبر باس تتهم الامبيشمنت، السيناء هو اللي قرر العزل،
ترامب توا محال على السيناء ومش باش يعزلوه. على كل حال في النظام التونسي اللي وجه التهمة هو البرلمان لكن لا يحل المسألة، يحيلها إلى المحكمة الدستورية التي تبت بثلثي أعضائها أيضا في التهمة. وبالتالي إذا تحبوا الدستور متاعنا يخدم ما عندناش مهرب من أنه نعملوا محكمة دستورية، ولا نحبوا نخليوا الباب محلول لكل الاحتمالات وكل التأويلات وبالتالي للاعتماد على القوة. باه دونك هذه الصورة اليوم في بلادنا، وهذا هو التعطل اليوم في بلادنا. ودي ما نرجع نقول راهو الناس طبيعة الناس قماش الناس هو في إطار دستور معناها يخلي البلاد تتواصل، يخلي البلاد تخدم، يخلي البلاد مؤسسة الدولة تتفاعل مع بعضها. وإذا كان هذا مش متوفر زاد الأشخاص قماش الناس نوايا الناس نزاهة الناس اللي قاعدة تقود يوصلنا إلى هذا. قلت رئيس الجمهورية هو المسؤول، الهشام مشيشي مش مسؤول، مسؤول رجل غنوشي مش مسؤول كرئيس الحزب الأول أكبر مسؤول. شوف المسألة ما هياش في نزاهة وحب الوطن وهذا كله يفترض في الناس والله أعلم موجود ولا لا، وإنما الكفاءة السياسية عندك ولا ما عندكش. إذا ما عندكش نجم تكون أخلص واحد في حبك الوطن وتعمل أجمل قصيدة إلى آخره، ولكن المجال السياسي خطيك. الآن المشكل هي الكفاءة السياسية. نأخذ مثلا الوضعية الاقتصادية متاع تونس. تونس توا دولة فالسة بأتم معنى الكلمة. اليوم الجرايات متاع الموظفين تقريب 1.2 مليار، دخل الحكومة 900 مليون، يقولوا طول النجم ندبرهم 300 مليون، اي والمزودين والدائنين وتسيير دوائر بالدولة والتعويض، ما عادش نتكلموا في الاستثمار. وين الدولة؟ ما عندهاش. وقت اللي انا نشوف اللي هي واتحاد الشغل عملوا اتفاقية للزيادة في الهجور، نقول يا اخي هما في هذا الكوكب ايضا ولا خارج هذا الكوكب؟ اللي مطلوب الان هو اطلاق حوار في جانبه الاقتصادي والاجتماعي قريب 1.7 عنوانه قريب 1.7 أجور الموظفين تقريب 1.7 مليار دينار. العنوان متاع الحوار هذا نصبروا على بعضنا، رأي بلادنا الكل وقت جي تقول يا تعطيني يا نشعلها هي وغدوة مسؤول إيش بيش يصير بناء على ذلك. وكذلك اللي يجي لأسباب الله أعلم شنية يمضي 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 لأشياء لم تجد طريقها، تما وتعملت في عهد سي يوسف الشاهد وشأدات أنه صندوق النقد الدولي هزيده ووقف دفعان الفلوس. فبالتالي يعني لو كان فما وعي وطني حقيقي سياسي، ما نتكلمش أخلاقي، الناس كل وطنيين ما يهمنيش في البعد الوجداني، في البعد السياسي لو فما وطنية تعليش تو 8 شهور وإحنا ننبحوا على الحوار الوطني باش نشدوا الأعصاب بين الوسط. الرئيس لا يريد ما عندوش دخل الرئيس، اللي به الفايدة هو رئيس الحكومة. كان جاء رئيس الجمهورية على عيننا وراسنا إلى قعد يقعد، لأنه ما عندوش دور في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، اللي مسؤول عليه هو رئيس الحكومة. وبالتالي أنا ما نعرفش شنو هو السلبية المطلقة اللي متسم بها رئيس الحكومة حتى يجي البارح ولو البارح مسؤول نقد الدولي يقول روتوس ما عندها مخرج كان عن طريق الحوار الوطني. لما تاء السيد رئيس الحكومة باش يقعد يتفرج على هذا الموضوع؟ فأنا شو أقول، راهو السي المشيشي جادة ما ينجمش يتصور روحه اللي هو قاعد ومهما كانت الظروف، لا راهو ينجم يجي ظرف وتقع المطالبة بإقالته وتعيين حكومة انتقالية لتحضير انتخابات عامة بعد تحوير الدستور. هذه رأي احتمالات تفرزها الأزمة، رأي احتمالات من حيث التحليل مش من حيث الموقف السياسي، وهي مآلات واردة سي نجيب. يعني مع كل أسف على كل حال احنا في حزب الأمل تقولوا هذا، تقول هذه احتمالات احتمال حتى في تدوين 24 جانفي تقول على هذا، وهذا يفتح الطريقة أمام العمل من خارج مؤسسة المنتخبة بالضبط. وضدها يفتحون الباب أمام الفوضى بالضبط. لكن بقى المسؤولية يلزم ترجع إلى عقلاء القوم، إلى القوى متاع المجتمع المدني، المحامين، النقابات العمالية، اتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة، المهندسين، الصحفيين إلى آخره، هما اللي ياخذوا، والأحزاب السياسية الوطنية ياخذوا على عاتقهم باش يدفعوا البلاد إلى الإصلاح السياسي وإلى التعاقد الاقتصادي والاجتماعي. لابد من عقد جديد.
تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية واللي يرد فيها من إخلالات وتجاوزات مالية اللي هي تنظر فيها قضائيا محكمة المحاسبات ابتدائيا واستئنافيا. اتسألنا التقرير توا عنده أشهر، وقتاش تبدأ الأحكام؟ علاش هذا التأخر؟ هل هناك تأخر فعلا وإلا لا؟ سيدة الرئيسة فضيلة الجرجورية القاضية محكمة المحاسبات، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام وكل مستمعي وزيك كفا في 23 جانفي. شكرا كنت كان فما تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وانت قلت الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات واللي هي أكثر من 14 دائرة تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية متاع 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات. وقتاش تبدأ تصدر الأحكام سيد رئيس؟ هو القانون الانتخابي في جزئه المتعلق بدور محكمة المحاسبات قال في النص نتاعو ورد أنه يتم اعتماد الإجراءات المعتمدة لدى محكمة المحاسبات وتطبيقها على المادة الانتخابية. وهوني لابد وإحنا هنا منا فرصة توا حاليا فيه بوادر لتنقيح القانون الانتخابي، فلا بد من مراجعة هذه الإجراءات لأن هذه الإجراءات والآجال هي ليست بالاستعجالية وهي لا تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية اللي هي مرتبطة بمعناها مدة نيابية، ولا بد أن تكون العقوبة تصدر في الآجال اللي تحسها القائمة المخالفة ولا المترشح. إجراءاتنا هي طويلة بطبيعتها وهي فيها معناها ما هو ضمانة بطبيعة الحال للمحاكمة العادلة بالتقاضي على درجتين بإنابة المحامي وإلى غير ذلك، وفي إجراءات اللي هي المدة متاحة طويلة، وخاصة اللي عطل أعمال المحكمة هو التبليغ لأنه احنا أعطينا مربي سيد رئيسة سمحني الإجراءات. جاء التقرير متاع محكمة المحاسبات، شو كيفيه هو يصدر التقرير هذاك اللي يصدر ايش يصير من بعد يصير من بعد فما المخالفات بطبيعة الحال في التقرير فما عدة مخالفات فيها من هذه المخالفات اللي القانون الانتخابي ما نصش عليها عقوبة وصح عليه من مخالفي أغفل المشرع تسليط عقوبات كلا يتمتعوا بمثلا مقايمة ولا مترشح يتمتع بتمويلات متأتية من ذوات معنوية أو يستعمل المال العمومي بالمساعدة معنى المعمومية بصفة بجميع أنواعها. دونك يقول مخالفة ولا يترتب عنها عقوبة به؟ هذه فما ما يترتبش عنها عقوبة، فما الأخرين أنواع أخرى يترتب عنها عقوبة، وهنالك من المخالفات من ما يرتقي إلى جريمة انتخابية. هون القانون الانتخابي أهل محكمة المحاسبات لتسليط عقوبات وأهل كذلك القضاء العدلي المختص لتسليط عقوبات. طيب أنا تو مازلت في الإجراءات، جاء التقرير. أنا في الإجراءات تو من هون مش ننطلقوا. كل مخالفة أهل القانون الانتخابي محكمة المحاسبات بمعناها تسليط عقوبة اللي رصدناهم الكل، النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات اللي هي مستقلة اللي فما احنا الدوائر نقوم بالرقابة الرقابة الإدارية ونتائجها تكون في التقرير من بعد، وين ما فما مخالفة فيها تسليط عقوبة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات هي من تثير الدعوة. طيب تثير الدعوة في المادة هذه في مادة تسليط العقوبات كما عدم الإيداع، تعطيل أعمال المحكمة، تجاوز سقف الإنفاق، يعني أي التزام لم إلى تمويل أجنبي إلى غيره. الدائرة المعنية تقوم بتعيين قاضي رئيس الدائرة المعنية. احنا عندنا أربع دوائر جهوية وعشر دوائر مركزية هم اللي يشاركوا في العملية الرقابة. لما فيه وعندنا لدى كل دائرة وكيل دولة لدى الدائرة المعنية. طيب. هو من يثير الدعوة بانطلاقا من إثارة الدعوة يتولى رئيس الدائرة المعنية تعيين
قاضي مقرر على الأقل للتحقيق في المال طيب. في المخالفات. هل تم سمحني سمحني القاضي المقرر بإعداد تقرير يسمى بتقرير ختم التحقيق. في التقرير هدية يقف على بينسور الحي في الحيثيات القانونية ويقول معناها شنية المخالفة وما يترتب عنها. يتم إرسال هذا التقرير إلى الجهة المعنية إذا كان المترشح للمترشح، وإذا كان القائمة يلزم كل أعضاء القائمة. طيب هون مربط الفصل معناها. قديش عندكم منذ التبليغ إلى الجلسة الأولى قديش وقت؟ شهرين منذ التبليغ إلى يعني عندهم حق شهرين باش يجاوبوا. هون المعضلة الكبيرة واللي تعطل أعمالنا كونه التبليغ من المفروض دونك أنه يتم إلى الجهة المعنية دون لي ريغل دولار وتجاوب. لكن الإشكالية شنيا؟ الإشكالية في عملية التبليغ في حد ذاتها. احنا نخدمه بنص قانوني اللي هو معمول ببداية السبعينات واللي هو النص القانوني هذا معمول للقضاء في مادة المحاسبين العموميين. طيب. يعني عندنا أن سول فيزافي اللي هو المحاسب العمومي. توا نلقاو روحنا قدام بليزيوغ فيزافي معناها القائمة، فما قائمة فيها مثلا بالنسبة للبلدية نعم. القائمة عدد الأعضاء يوصل حتى للستين. هوني احنا بما انه الحكم هو بالتضامن، فما الفصل 100 من القانون الانتخابي ينص على ان العقوبة بالتضامن. لما فيه عضو هو تشمله العقوبة، فمن حقه انه يطلع على تقرير ختم التحقيق، ومن حقه انه يعطي الاجابة على. هوني عندنا مشكلة في التبليغ. التبليغ دونك يلزمك تبلغ للناس الكل من جهه ليزادريس اللي يعطيوهم اعضاء القائمات للهيئه العليا المستقله بالانتخابات اللي هي من بعدين توفرهم لمحكمه المحاسبات. هما عناوين غير قابله للاستغلال. علاش غير قابله للاستغلال؟ من الناحيه الاولى كونه ما تقولش عليه سيدة فضيلة قرقودي. اي ما تقولش عليه سيدة فضيلة. دونك فهو مشكلة في التبليغ القائمات. صار شهرين صار شهرين. وقتاش اولى الاحكام الابتدائية نظريا تبدأ تصدر؟ نظريا تبدأ تصدر وقت اللي يستكمل الشهرين ونلقاو إجابة من كل من تم إرساله إليه التقرير. أفريل تبدأ تصدر أولى الأحكام. أفريل نجم نعم. أفريل تبدأ تصدر أولى الأحكام الابتدائية. أنا أقول لك ما هيش عملية معناها في أفضل الحالات. إذا إحنا توا عنا تقارير ختم التحقيق تصدر مثلا عنا أول جلسة بالنسبة للدائرة، ناخذ دائرة معينة عندها جلسة يوم معناها قبل نهاية هذا الشهر في 2024 مش تنظر في تقارير ختم التحقيق اللي تبين أنها تم معناها تبليغها للأعضاء القائمة. خاطر كما تعرف مثلا بالنسبة لعدم الإداء راهي العقوبة كبيرة. شنية تنجد قولنا شنية القائمة؟ لا والله طبعا نستحضرش. طيب. احنا مثلا بالنسبه لعدم الاداء عندنا 236 35 قائمه لم يودعوا، هذوما كلهم معرضين لعقوبه اللي هي كبيره واللي هي 10 مرات سقف المنحه العموميه على مستوى الدائره الانتخابيه، يعني فوق ال 100 مليون. شكرا. هذه اللي حبيت نقول لك راهم نعم. توا معناها حاليا محكمة المحاسبات بكل دوائرها هي منكبة على التقدم ديجا معناها القاعات الجلسات ولينا نتقاسمهم بيناتنا مثلا البارح اليوم وغدوة بعد غدوة القاعات كلها معناها يعني فيها جلسات حكمية. شكرا جزيلا فضيلة قرقولي القاضية بمحكمة المحاسبات على التوضيحات هذه. أكثر سي نجيب كل شيء معقد في البلاد. معقد فعلا. والنص هو اللي خليه خلى كل شيء. وكان فهم حاجات كتبت على المقاس على والله النصوص بريئة. الإرادة السياسية اللي قاعدة تقود في البلاد تو 10 سنين هي المشكل. تو بلاش يكون منا ما يعرفش اللي البلاد التونسية مخترقة من طرف المال الأجنبي بكميات مهولة ما فماش واحد منا يش. وبالتالي اللي في يده الحكم واللي ما في يدوش الحكم المواطن البسيط المعارض يعرف اللي هذه المشكلة وإنما مسكوت عليها. اليوم محكمة المحاسبات
قاعدة تقوم بالدور نتاعها، والسيدة القاضية الفاضلة كانت تقول شنية المصاعب، لأن عدد الملفات وعدد المعنيين والأجال والأساليب نتاع التبليغ كبيرة جدا، فبالتالي لابد من الانكباب على هذا الموضوع، تسهيل الإجراءات، تدقيق القوانين. فما مشكل في الحقيقة هو نظام تمويل الأحزاب في تونس، هو اللي دز لها الاختراقات هذه سواء داخلية أو خارجية، لأنه ما يسمح به القانون غير كافي إطلاقا للقيام بالحملات الانتخابية وبوظائف الأحزاب. عنا تجارب وفي العالم كل رو فما خروقات، مثلا أمريكا عملوا ماكين عمل تنقيح وقاع اعتماده في عام 2004 لتحديد مصادر التمويل الداخلي، الخارجي ما يطرحوهش على خاطر خيانة عظمى الداخلي، ورغم ذلك يقع التفاف على القوانين وفيه ثغرات اللي يخلي المال الفاسد ديما يخدم. فبالتالي مطلوب منا مانيش باش نقضي مطلقا على الحالة، وإنما إعادة النظر في الإجراءات في قانون تمويل الأحزاب، في وبالتالي إعانة المحكمة على القيام بوظيفتها. باهي، تكلم على تغيير النظام السياسي، ضرورة تغيير النظام السياسي، هذا ينجم يكون كان بالحوار نحو نظام سياسي رئاسي. سي نجيب بارك الله فيك، أنت تعطيني الفرصة باش نوضح مشكلة. أكثر الناس يقول المشكلة في النظام الانتخابي، نقول لهم لا، مش في النظام الانتخابي، النظام الانتخابي ممكن نحسنوه، لكن يبقى في العالم إما نظام فردي أو نظام نسبية، الانتخاب على القائمات النسبية. العالم الكل الآن يتجه إلى القائمات النسبية لأنها أكثر إنصاف وتعمل تعددية في التمثيل، لكن العالم الكل يعرف بأن هذا النظام يولد في عدم استقرار حكومي. شنو مشكلة تونس؟ مشكلة تونس حاجتين: حكومة مستقرة ودولة قوية. شنو اللي ممكن يعطيها النظام الحالي اللي نسميه هجين؟ شنو عمل؟ عمل مجلس نواب منتخب مباشرة من الشعب وعنده صلاحياته، وجاء انفاس مقابله وقسم راس السلطة التنفيذية، اشترها يقع انتخابه مباشرة من طرف الشعب، واشترها يعينها البرلمان. وسراج الغنوشي يقول الحزب الأول اللي عنده 6.6% من الناخبين المرسمين. فبالتالي إذا نحبه ناخذ حكومة مستقرة ودولة قوية، هو الذهاب إلى نظام رئاسي ديمقراطي. السلطة التنفيذية كالسلطة التشريعية تستمد مباشرة شرعيتها من الشعب وتبقى موحدة. إلى كان ما تكونش عنا الشجاعة باش نطرحوا هذا الموضوع، وراو بعض سبر الآراء عملتها بعض الوكالات المعتمدة في تونس الآن، تقول بأنه 90% من الشعب التونسي من المستجوبين يحبوا تغيير النظام السياسي، 75% منهم يحبوا نظام رئاسي. فبالتالي علينا أن نستفتي الشعب، ممكن أن نطرح أمام الشعب ماذا تريد، سلطة برلمانية كما تدعو إليها النهضة، أو سلطة رئاسية ديمقراطية كما هي سائرة في عديد الدول الديمقراطية منذ 200 سنة. رأوا الحكم الفردي شيء والحكم الرئاسي شيء. الحكم الفردي وقت اللي صادر الحريات، وقت اللي يقمع الإعلام، وقت اللي يقمع مجلس النواب، وقت اللي يقمع القضاء، يجي حكم فردي. لكن في إطار حكم قائم على التعددية والحرية، النظام الرئاسي الموحد يعطي للدولة قوة ويعطي للحكومة استقرار. سؤال أخير سي عبد النجيب شبي. سؤال في الاقتصاد مع ليا سير. سؤال في الاقتصاد، لا سفا من غير سؤال في الاقتصاد. التنمية الجهوية كانت من أبرز أولوياتك منذ الثورة، دولة سعات إلى تشجيع التنمية في الجهات من خلال الامتيازات الجبائية والمالية، لكنها بقات حبر على ورق بصفة عامة. شنو الإشكالات اللي حالت دون تنمية الجهات حسب رأيك؟ لا، هي شخصيا عديت على الأقل 3 أسابيع الأخرى ندرس في الموضوع هذا، فبالتالي من حسن الصدف اللي جاوبني. أولا رأوا إلى حد الثورة وقعت العديد من المحاولات لتنمية الجهات، بدأت بالأقطاب الصناعية اللي صارت في الستينات، ثم صارت بمختلف الصناديق اللي وقعت، وبسياسات تشجيع الاستثمار لزنسيتاسيون، وإلا بسياسات التشغيل الإرادية، كلها فشلت. شيء اتضح في الاخر
يتضح أن التنمية الجهوية تتوقف على حاجتين مربوطين بعض. الاستثمارات العمومية، سمعتوا الاستثمارات العمومية يلزم الدولة تهيئ الظروف باش تعيش الاستثمار الخاص، يعني الطرقات، المستشفيات، المدارس، كل ما ممكن يسهل الرأس مال والمواطنين باش يعيشوا لاباس والاستثمار باش يستقر. إذا عملنا هذه يولي تشجيع الاستثمار على الانتصاب في هالمناطق هذه ممكن، لأنه الاستثمار يركن دائما إلى المراكز اللي توفر فيها الإدارة وتوفر فيها الانترنت وتوفر فيها الغاز ويتوفر فيها الماء ويتوفر فيها المستشفيات واليد العاملة الماهرة إلى آخره. فإلى ما نخلقوش الظروف هذية من طرف التمويل العمومي أولا وفي البنية التحتية لزوتروت سكك الحديدية إلى آخره. البارح نسمع في مسؤول في وزارة نقل ولا وزير نقل يتكلم على الأروار اللي تأخرنا، ولو كان ما تأخرناش راو برشا مشاكل النقل الآن محلولة. والباقي لكامل الجمهورية الرئيس بورقيبة الله يرحمه أهمل السكك الحديدية، كل سكة تتعطل تنتهي متاع القروان متاع تبرقة إلى خير بعد. فعلينا بخطة طويلة المدى، ما قلش من 10-15 سنة، لكن من سار على الدرب وصل. إذا كان نعمله خطة متاع 15 سنة كل عام نعمله نسبة منها في 4-5-6 سنين تو تتغير الأمور وتو تنهض الجهات. وبالتالي هي الإرادة الوطنية نقطة أخيرة تفترض اللامركزية، وقانون اللامركزية سحب معطاء حتى صحية وحتى موارد بشرية وحتى موارد مالية للسلطة الجهوية، بل إلى حد الآن ما انتخبناهاش. فمرة أخرى الإرادة السياسية هي الكلمة الأولى والأخيرة. بربي فقط نداء لاتحاد العام التونسي للشغل، كان درع، والكلام مش أدبي، علمي، درع للحركة الوطنية من أجل الاستقلال، كان درع للحرية. أول من بداها هي جريدة الشعب وتضحيات متاع النقابيين، الآن يلزم يكون درع الثورة ويطرح نفسه كقوة وطنية، والمشاكل المطلبية الفئوية تأتي في الدرجة الثانية، ما نهملوهاش، لكن مطلوب من اتحاد الشغل باش يلعب دور قيادة وطنية في ظل ضعف المجتمع. هذا واجبه وهذا واجبنا باش نمدوله أيدينا ونتعاونوا معه باش يقوم بهذه الوظيفة. شكرا جزيلا أحمد نجيب شايب.